الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الدانة الفضائية، وفي برنامجكم برنامج الطب النبوي. وفي مقدمة هذه البرنامج نهني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بالثقة الملكية وبثقة الأسرة الحاكمة والشعب السعودي بأن بويع أن يكون وليا للعهد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه الأمانة، وأن يعينه على أمر دينه ودنياه، وأن يجعله ممن يكملون المسيرة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، خدمة الكتاب والسنة وخدمة الحرمين الشريفين. نسأل الله يجعله مباركا أينما كان. نكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية، التداوي بالحلبة. وقد بينت في الحلقة الماضية أن هذه الحلبة العجيبة هي منجم من المناجم التي تحتوي على كثير من الأملاح والمعادن والفيتامينات، وذكرت ما ذكره العالم الإنجليزي بليكر أنه لو وضعت جميع الأدوية في كفة ووضعت الحلبة في كفة لطاشت الحلبة بجميع أنواع الأدوية. والسر في هذا أنها غذاء قبل أن تكون دواء، وأنها بإذن الله مأمونة الغوائل، وأنها لا آثار جانبية لها إذا استعملت الاستعمال الصحيح. أما المبالغة والإسراف فإن الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل الإسراف في أي أمر من الأمور فإنه ينعكس إلى الضد وإلى العكس. وأيضا في هذه الحلقة أذكر ما قاله الإمام الرازي طبيب من أطباء العرب في فوائد الحلبة، قال: إنها تلين البطن وتزيل البلغم من الصدر. كثير منا ممن يعانون الآن من الإمساك ويحتاجون إلى الحلبة لأنها غنية بالألياف وغنية بالمعادن والفيتامينات المقوية لعضلات الأمعاء، فتساعد على إخراج الفضلات. فلو أننا انتظمنا على استعمال الحلبة لوجدنا أن الإمساك يكون اسما من الأسماء الماضية، وأنه يزول عمن يعانون من الإمساك أيضا. وتزيل البلغم من الصدر والحلق، كم هم الذين يعانون من الربو في هذا الزمان؟ والربو نتيجة احتقانات بلغمية تجتمع في الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية، فيقل المسافات لدخول الأكسجين، وتضعف عضلات الرئتين والحويصلات لطرد البلغم ولسحب كميات من الأكسجين. فالحلبة من عجائبها أنها تخرج هذا البلغم الذي قد ينزل عن طريق الجيوب الأنفية ويتراكم فيها، أو ينزل عن طريق نهايات الحلق فينزل على الرئتين فيجتمع فيها فيسبب الكحة ويسبب ضيق النفس. وتجد أن كثيرا من الناس يلجؤون إلى موسعات الشعب الهوائية كالفنتولين وغيره، ولو أنهم انتظموا على الحلبة بأمر الله لساهمت في طرد البلغم وإخراجه من الصدر. وأيضا تسكن السعال، لأنها إذا أخرجت البلغم فإن الإنسان يجد أنه يرتاح ولا يحتاج أن يكح، لأن تركيبة الجسم الفيسيولوجية هي كفيلة بإخراج كل ضار. فالسعال والكحة هي من تركيبة انتظام الجسم لإخراج المادة البلغمية من الرئتين ومن الحلق أيضا. وتخفف أعراض الربو، الذين يصابون بالربو تضيق الشعب الهوائية، فإن الحلبة تقوي جدران الشعب الهوائية والحويصلات لنتيجة احتوائها على فيتامين ألف وعلى فيتامين باء وعلى الحديد وعلى الفسفور وعلى المغنيسيوم، وسنتكلم عن الذي لم نتكلم عنه من هذه الفيتامينات، وهي أيضا من مقويات المناعة وتساهم تقوية المناعة في تقليل الإصابة بالأمراض، ومن ضمن هذه الأمراض مرض الربو. وتفيد أيضا في البواسير، الآن كثير من الناس يعاني من البواسير بنوعيها الذكر أو الأنثى، أي الذي يخرج منه دم والذي لا يخرج منه دم. والبواسير هي تضخم في الأوردة التي في نهايات المستقيم، وهي أربعة أوردة. فنجد أن الحلبة وأكبر أسباب البواسير هو الإمساك، فإذا قضينا على الإمساك بأمر الله فإن هذا
يكون سببا في منع وجود البواسير أصلا وفي شفائها إن وجدت بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت البواسير من النوع الذي يخرج منه دم فإننا قد نعمل لبخة مكونة من ملعقة من مطحون الحلبة وملعقة من العسل وتوضع على فتحة المستقيم، فإنها بإذن الله تساعد على انقباضات الأوردة وعلاج التشققات الموجودة، وتؤكل أكلا مع الماء فإنها بإذن الله تزيل الإمساك وتقوي جدار المستقيم وتقوي انقباضات الأوردة، فلا ينحبس الدم في أوردة البواسير فينتج عنه هذه الالتهابات والآلام المبرحة والحكة وآلام الظهر. فلو انتظمنا على الحلبة لكانت البواسير اسما نسمع به ولا إن شاء الله نصاب به. أيضا من الفوائد أنها تصفي الصوت، فقراء القرآن والمنشدون يستفيدون من الحلبة لأنها تقوي الحبال الصوتية، فالحبال الصوتية هي ألياف عضلية، وأيضا تقوي جدار الحلق فتصفي الصوت وتجمل الصوت وتقلل من الإصابة بالبحة لمن يتكلمون كثيرا كالمذيعين وكالمنشدين وكالقراء والذين يلقون برامج إعلامية وكخطباء الجوامع وكالمحاضرين في الجامعات، فلو إنهم انتظموا على الحلبة لصفت أصواتهم ونقت أصواتهم وقوت الحبال الصوتية بأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا طبخت مع العسل تصفي الصوت، يعني الحلبة مضافة إلى العسل طبخا وشربا وهي دافية تصفي الصوت، تزيل البلغم من الحلق، تقوي اللوزتين، تقوي الانقباضات في المريء وفي الحلق، فينتج عن هذا صفاء الصوت وقوته. وأيضا تخرج الرطوبات الغليظة من الأمعاء، فنجد بأمر الله سبحانه وتعالى إذا انتظمنا على الحلبة وهي غنية بالألياف والفيتامينات والأملاح فإن هذا مما يطرد الفضلات من القولون. ولو تأملنا لوجدنا أن معظم إصابات الأمراض أو السرطانات أعاذ الله المسلمين منها هي نتائج أكسدة، تأكسد، تعفن لبعض المواد التي تبقى في القولون لفترات طويلة ثم تمتص، ثم بعد ذلك تتوزع إلى الجسم عن طريق الكبد، فينتج عن هذا كثير من الأمراض، لعل منها الضغط، السكر، مثلا تصلب الشرايين لتراكم بعض الدهون في داخل القولون ثم تمتص وتتوجه إلى بعض الأوردة أو الشرايين. أيضا أمراض السرطان الذي يجهل الطب الحديث نسبة 85 من أسبابها، ومن ضمن أسبابها تأكسد الخلايا الذي سببه بعد الله سبحانه وتعالى وصول غذاء فاسد متأكسد يؤثر على انقسامات الخلية فينتج عنه انقسامات عشوائية في الخلية، ينتج عنها أعاذ الله المسلمين من ذلك الأمراض الخبيثة. من ضمن الفيتامينات التي سوف أتكلم عنها في هذه الحلقة فيتامين عجيب يحتاجه الإنسان، بل ونجد الناس يدفعون مبالغ كثيرة ليحصلوا على الفوائد التي بإذن الله تكون سببا في تناول هذا الفيتامين، ألا وهو فيتامين ألف، وهو يذوب في الدهون، من الفيتامينات التي تذوب في الدهون. الفائدة الأولى، نسمع الآن كثيرا عن عيادات البصر والإبصار وعيادات المتخصصة في علاج النظر وتعديل النظر وتصحيح النظر وعلاج العينين، ولو تأملنا أنه كثر في هذا الزمان قصر النظر أو بعد النظر أو انحراف النظر أو الخلل في العينين أو وجود المياه البيضاء أو المياه الزرقاء، وهذا في الغالب أنه سوء في التغذية، نقص في فيتامين ألف ينتج عنه أحيانا ضعف العصب البصري المرتبط بالدماغ أو ضعف في الشبكية أو ضعف في القرنية أو ضعف في القزحية أو ضعف في عدسة العين، فينتج عنه اختلالات في النظر أو كسل في العينين أو انحراف في العينين نتيجة ضعف إحدى العينين تكون ضعيفة والأخرى قوية، فيعتمد الشخص على العين القوية فتنحرف العين الأخرى.
ففيتامين ألف غنية الحلبة بهذا الفيتامين العجيب، فلو أننا تعودنا أن نأكله في غذائنا لوجدنا أننا لا نحتاج حتى إلى استعمال النظارات. ولو تأملنا في البلاد التي تعتمد الحلبة في غذائها لوجدنا أنهم لبسهم للنظارة أو العدسة قليل جدا، وعلى سبيل المثال اليمن، تأملوا المتظاهرين في اليمن كم عدد من يلبسون النظارات، تجد أنهم قليل جدا، وفي الغالب أنهم في المناطق التي لا يستعملون الحلبة كمنطقة عدن وما يكون حولها. إذن فلو أننا انتظمنا في استعمال الحلبة لحصلنا على فيتامين ألف المقوي للإبصار بأمر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن فيتامين ألف يقوي العظام، فهو من مساعدات امتصاص الكالسيوم في العظام، وهو من مقويات العظام، لأن العظم يحتوي على مركبات كثيرة، منها المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين ألف وفيتامين باء، فكلها تجتمع لتركيبة خلطة العظام ومركب العظام. وتخيلوا لو أن الواحد منا أصيب بمشكلة في العظام، ينتج هشاشة في العظم، فتجد أن العظم من السهل أن ينطعج وأن يتلوى وأن يتحرك، فلا يستطيع العظم المرن أن يحمل أعضاء جسم الإنسان. أو يصاب الإنسان بهشاشة في العظام، فلأدنى ضربة أو سقوط يصاب بكسور مضاعفة، وهذا ناتج أننا لا نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الحلبة في غذائنا. وقد تواتر عند الناس قبل ميلاد المسيح ب1500 سنة أنهم يستعملون الحلبة لعلاج الكسور، وهذا أمر قد عشناه وقد جربناه أنها من أفضل معالجات والمساعدات على التئام الكسور التئاما عجيبا، ولأنها أيضا تحوي على الكالسيوم والحديد، وسنتكلم عنه بأمر الله. أيضا من مساعدات الإنجاب، إذا نقص فيتامين ألف فإنه ينتج ضعف في حركة الحيوانات المنوية، وقد ينتج عن هذا نقص في عدد الحيوانات المنوية المصنعة في الخصيتين. ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى 20 مليون حيوان منوي في الملي لتر مكعب حتى يكون بأمر الله قادر على الإنجاب. إذن فالنطفة المنوية التي تخرج من الرجل تحوي مئات الملايين من الحيوانات المنوية، والذي يلقح البويضة واحد منها أو اثنين في حالات التوائم. فإذا نقص فيتامين ألف فإنه ينتج أن خلايا الخصية المنتجة للحيوانات المنوية تنتج حيوانات ضعيفة قليلة الحركة أو مشوهة الرأس أو الذيل أو قليلة العدد. فكثير ممن تأخر الإنجاب عندهم إذا أعطوا فيتامين ألف انتظاما فإنه بإذن الله يتم عندهم الإنجاب. ولو تأملنا في البلدان التي تعتمد الحلبة في غذائها لوجدنا أن الإنجاب عندهم بشكل عجيب، مثلا في جنوب المملكة منطقة جيزان وهم يستعملون الحلبة، ونجد ما شاء الله أن الإنجاب عندهم بشكل ما شاء الله ملفت للنظر. كذلك في اليمن، كذلك في مصر، في المناطق الذين يستعملون الحلبة سواء حلبة الحصى أو الحلبة المطحونة أو الحلبة الورق، علما أن البذور هي الذي يكون فيها التركيز عالي جدا، أما الأوراق فيزيد فيها مادة الكروفيل التي تساهم في التمثيل الغذائي. وكذلك كثير من البلدان التي تستعمل الحلبة، كم هم الذين يدفعون مبالغ طائلة في العلاج بغرض الإنجاب، وقد يكون السبب نقص في فيتامين ألف، ولو أنهم انتظموا بأمر الله على استعمال الحلبة لما احتاجوا إلى أن يتعالجوا، علما أن التداوي أمر مطلوب في الشرع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يساعد فيتامين ألف الموجود في الحلبة والموجود في الأغذية الأخرى على انقسامات الخلايا. أحيانا ينتج خلل في النمو، نقص في النمو، وهذا ناتج عن سوء في انقسامات الخلايا، فتجد أن الطفل لا ينمو أو أن الطفل يكون قصير القامة، وهذا خلل في انقسامات العظام أو خلل في انقسامات العصبية أو خلل في الانقسامات الخلوية.
فيتامين ألف الموجود في الحلبة والذائب فيها الذي أوجده الله وخلقه يساعد على انتظام انقسامات الخلايا، أيضا يساعد على فرز الانقسامات، فنجد أن الفرز يترتب عليه، خلية القلب لا تنقسم إلا في القلب، خلية الرئتين لا تنقسم إلا في الرئتين، خلية الكلى لا تنقسم إلا في الكلى، ولو انقسمت في مكان آخر لنتج عن هذا خلل ومرض وضعف في المكان الذي من المفروض أن تنقسم الخلية فيه. يعني لو أن خلايا الرئة انقسمت في الطحال لكان هناك خلل في الرئة ونقص في الأنسجة ونقص في الخلايا بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا يساعد فيتامين ألف على انتظام جهاز المناعة وعلى رفع جهاز المناعة وعلى مكافحة كل دخيل في الجسم من فيروس أو بكتيريا أو مايكروب، لأنه إذا قوي جهاز المناعة الغدد الليمفاوية كريات الدم البيضاء فإنها بأمر الله تكون قادرة على مكافحة كل دخيل إلى الجسم. أما إذا ضعف المناعة عند الإنسان، ضعفت المناعة عند الإنسان، تجده يصاب بالزكام، يصاب بمثلا الإنفلونزا الموسمية، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الحمير، الأمور الأمراض المعدية الكثيرة. إذا اختل نظام المناعة في الجسم فإن هذا الجسم قابل أن يلتقط الأمراض، ومن السهل أن يصاب بالأمراض. ففيتامين ألف من موانع الأكسدة ومن مقويات جهاز المناعة بأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا يرفع جهاز المناعة، يحفز جهاز المناعة، يحفز تصنيع كريات الدم البيضاء بمقدار ما يحتاجه جسم الإنسان، يحسن الغدد الليمفاوية لمكافحة كل دخيل إلى جسد الإنسان من الدخلاء غير المرغوب فيهم كالبكتيريا الضارة والفيروسات بأنواعها. يساعد الغدد الليمفاوية على مقاومة الأمراض، فائدة عظيمة في هذا الفيتامين. إذن فالحلبة من مقويات جهاز المناعة، من كوابح المرض، من موانع المرض بأمر الله سبحانه وتعالى قبل وقوعه. يساعد في المحافظة على بطانة الخلية، كل خلية في جسم الإنسان لها بطانة خارجية، كما يلبس الإنسان لباس على جسده يحفظه من البرد ومن الحر ومن الغبار ومن أي أثر يؤذيه، كل خلية جعل الله لها بطانة، أي ما يغطيها وما يغلفها. فيتامين ألف الذائب في الحلبة يقوي هذه البطانة، فإذا قويت البطانة أي دخيل يريد الدخول إلى هذا النسيج لا يستطيع. أما إذا ضعفت البطانة فإن البكتيريا تستطيع أن تخترق هذه الخلية وهذا النسيج، ثم بعد ذلك تسبب الاعتلالات والأمراض. فيتامين ألف الذائب في الحلبة من المحافظات على بطانة الخلية. أيضا كم يدفع النساء للمحافظة على الجلد وعلى شد البشرة؟ بعض من يدخلون في سلك الرقص والتمثيل والغناء يدفعون الملايين ومئات الملايين، بل ويدفعون تأمين على هذا الجلد بمئات الملايين. والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا هذا الفيتامين العجيب، فيتامين ألف موجود في الحلبة، يساهم على منع التجاعيد المبكرة، يعطي نضارة للجلد، يحافظ على خلايا الجلد فيعطيها اللون الطبيعي السليم، يمنع التصبغات والتبقعات والحبوب التي تطرأ على الجلد وعلى البشرة بأمر الله سبحانه وتعالى. كيلو الحلبة قد لا يتجاوز 20 ريال، ولكن تجد كثير من النساء تدفع في الإبر والمساحيق والمراهم والمسكات على الوجه وما يكون من شد الوجه بالعمليات وبالليزر وبغيره، تدفع مبالغ طائلة، ولو أنها انتظمت وانتظم الرجل على استعمال الحلبة لكان فيتامين ألف الموجود فيها من مقويات الجلد والبشرة بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا يحافظ على الأغشية المخاطية. الأغشية المخاطية هي كثيرة، لأن بعض الناس يظن أنها موجودة في الجيوب الأنفية فقط. موجود أغشية مخاطية في الجيوب الأنفية، وموجود أغشية مخاطية في المعدة
لتمنع الحامض من اختراق جدار المعدة وتسبيب التقرحات. فالحلبة من مقويات هذا الغشاء المخاطي، فهي من موانع الالتهابات في الجيوب الأنفية، لأن المادة المخاطية التي في الأنف تمنع دخول الغبار وتبرد الهواء الداخل إلى الأنف وتلطفه وترطبه، وتمنع دخول أي دخيل أو غريب إلى الأنف، فإذا دخل يلتصق بالجدار المخاطي ثم يخرج عن طريق الاستنشاق عندما يأتي المؤمن ليتوضأ بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه من فوائد الوضوء، المادة المخاطية التي تبطن المعدة وتمنع تأثيرات الحامض المعدي الذي يفرز في المعدة بغرض هضم الطعام. ولو تآكلت هذه المادة لكان هناك تقرحات خطيرة في المعدة. إذن فيتامين ألف الموجود في الحلبة والموجود في الأغذية الأخرى يساهم في المحافظة على هذه المادة المخاطية والأغشية المخاطية. فلو أخذنا هذه الفوائد فقط وما تكلمنا عنه في الحلقات الماضية لكان هذا حري بنا أن نستعمل الحلبة في غذائنا بطريقة يومية أو أقل الأحوال في الأسبوع مرتين أو ثلاث. أيضا نجد أن هذه الحلبة العجيبة تحوي على معدن الحديد، ومن المعلوم أن الحديد له فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى، يدخل في خضاب الدم الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هو الذي يعطي لون الدم الأحمر. فوائد الهيموغلوبين كثيرة جدا. الفائدة الأولى أنه يساهم في نقل الأكسجين إلى الخلايا، فالمصابين بالأنيميا وفقر الدم عندهم نقص في الهيموغلوبين، فلو أنهم انتظموا في استعمال الحلبة لحسنوا تصنيع الهيموغلوبين في الكبد والطحال، وبإذن الله أنهم يتقون الإصابة بفقر الدم. من فوائد الهيموغلوبين أيضا، أي جرح يكون في جسم الإنسان يتوجه الهيموغلوبين ويغلق هذا الجرح بأن يسبب تخثر دموي ويقوم بمعالجة الجرح الموجود وإغلاقه حتى لا يدخل شيئا من البكتيريا أو الفيروسات عن طريق هذا الجرح. كم يدفع المصابون بالأنيميا المنجلية أو بأنيميا حوض البحر المتوسط من المبالغ لإضافة الهيموغلوبين لهم أو إعطائهم الدم بانتظام، ولو أنهم بأمر الله انتظموا في الحلبة وانتظمت الأم قبل الحمل وبعد الولادة على استعمال الحلبة لرضع أبناؤها عن طريق الحليب الحديد والفيتامينات والمعادن، لأن الحلبة من مدرات الحليب العجيبة. إذن فهناك خلل في الغذاء تسبب بنقص الهيموغلوبين في الدم وبما يسبب من فقر الدم والأمراض الكثيرة الناتجة عن فقر الدم، ضعف المناعة، الخمول، الكسل، العجز في إنتاج قليل الأعمال فضلا عن كثير الأعمال، فأيضا يسبب مشاكل في الحمل، يسبب مشاكل عند نزول الدورة لأن المرأة تفتقد كمية من الدم، كريات الدم البيضاء والحمراء والهيموغلوبين، حتى عن طريق نزول الدورة أو عن طريق الولادة في النفاس. أختي مو متعب تفضلي. ألو. تفضلي متعب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا تجيني برودة برجليني. أم متعب السكر والضغط عندك زين؟ عندي ضغط وعندي نسبة بالسكر. طيب الضغط عندك هبوط ولا ارتفاع؟ لا عندي ارتفاع. ارتفاع. بس الشيخ تجيني برودة شديدة وتجيني رعدة. ماشي خليك معي أم متعب. زي الإرهاق. أم متعب أنت عانيتي من قلق وتوتر من فترة. صح؟ أيوة صحيح. طبعا المشكلة أن القلق هذا والتوتر سبب لك مرضين معروفين اللي هو ارتفاع السكر وارتفاع الضغط. لا لا ما في ارتفاع يا دكتور، ما في السكر. أنت ما كان عندك ارتفاع ضغط قبل شوي قلتي؟ لا ما هو مرتفع يعني زين، أكل علاج وزين ما يعني. اسمعيني يا متعب الله يجزاك خير، لو ما أكلتي علاج ارتفع، لأن العلاج اللي يعطونك هو الذي يخفض السكر عندك والضغط، يدل على خليك معي متعب شوي بس عشان أوصل لك العلاج، لا تستعجلين. نتيجة انه موجود عندك سكر وضغط، خدتي العلاج نزل، العلاج هذا
تحتاجين أن تستمرين عليه مدى الحياة حتى يسبب لك انتظام في السكر والضغط. لكن عادة معروف من أسباب الضغط السبب الرئيسي هو القلق والتوتر، السبب الثاني التهابات المسالك، وانت الحمد لله ما عندك التهابات. زين؟ اي فاحنا نحتاج اولا ان نعالج القلق والتوتر الذي اصابك يمكن من 7 سنين، صح كذا؟ لا اكثر بعد دكتور. لا زاد زيادة قوية من 7، يمكن بدأ من اكثر، يمكن اكثر من 15 او 20 سنة، لكن الزيادة القوية وانك احتجتي للعلاج. كم له الان من اخذتي العلاج؟ علاج الضغط؟ ايه والله حوالي 6 سنين كذا. طيب انا قلت لك انه من 7 سنين، عرفتي كلامي؟ فاسمعيني عموما، الامر سهل باذن الله. انت حاولي اولا ترقين نفسك، استمري مثلا على قراءة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذتين والإخلاص كل واحدة 3 مرات اللي هي المعوذات. اقرأيها في زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت الخردل، واضح؟ زيت سمسم وزيت زيتون وزيت خردل. اقرأي فيهم بعدين دفيهم وادهني رجولك والبسي كيس نايلي والبسي شراب لمدة ربع ساعة، بس لا يكون الشراب مشدود واجد، إلين تتعرقين. كرري هالكلام مرتين في اليوم، هذا بينشط وصول الدورة الدموية إلى الأقدام، لأن عندك ضعف في وصول الدورة الدموية إلى الأقدام ينتج عنه البرودة، لأنه إذا وصل الدم إلى الأقدام سخن لك الأقدام. احرصي تقرأين في ماء زمزم تكثرين الشرب منه، وتدهنين كامل جسمك بنفس خلطة الزيت اللي ذكرت لك، وممكن تستعملين الحلبة لأنها تساهم في خفض السكر وفي خفض الضغط. ملعقة مطحونة مع كاس ماء زمزم صباحا. طيب يا دكتورة الحلبة وش نوعها؟ اليمنية؟ استعملي حلبة القصيم، لأنه طبعا كل بلد أفضل شيء. لو واحد قال لي في مصر، أنا مثلا مصري، قلت خذ الحلبة المصرية. قال واحد أنا في السعودية في الرياض، قلت خذ حلبة القصيم. لو واحد مثلا قال أنا في الجنوب، قلنا له خذ الحلبة إذا كانت منتجة عندكم في الجنوب، أو خذ حلبة اليمن، لأن طبيعة الجنوب أقرب إلى طبيعة اليمن. ولذلك يقول ابن القيم جعل الله علاج كل قوم في أرضهم. طبعا الحلبة نوعين، في حلبة الخيل هذه لآلام الظهر فقط، ليست الحلبة التي أتكلم عنها، الحلبة البلدي. يعني يا دكتور ظهري يوجعني زي الكهرب مع ظهري. اي طبيعي، لأن عندك انت ايضا اعراض القولون، عندك انتفاخات في البطن. ايه، وانتفاخ في البطن يسبب لك تحميل على الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وما دونها ما تحتها. فإذا خف القولون وخف وهدأت القلق الذي أصابك، وهذا قد يكون ناتج والله أعلم عن عين، بإذن الله كل أمورك الباقية تخف. إيه أنا قالوا لي الرقية، قالوا معي حسد. إيه خلاص، هي العين تسمى الحسد. استمري على الرقية والأشياء اللي ذكرت لك، وبإذن الله تتحسن أمورك. يسر الله أمرك يا أم متعب. أختي عبد الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسألك، لي من فترة يجيني مغص في البطن، وعندي دائما انتفاخات وزي أصوات في البطن وألم في أسفل الظهر. كم عمرك يا أم عبد الله؟ 47. أم عبد الله طبعا هذه الأعراض اللي تكلمين عنها أعراض القولون العصبي، وهي ما بدأت معك من اليوم، يبدو لي أقل شيء لها 9 سنين. إيه لها فترة طويلة. طيب إيه حدود 9 سنوات. أنت وبعدين أحس بألم في رجولي وأخذ مهدئات، وهذه ما في فايدة. مهدئات للألم ولا مهدئات نفسية؟ لا للألم للرجول. طيب أنت الوزن زاد عندك؟ اي يرتفع وينزل عليك، يعني عندي ضغط وسكر. لكن غالبا انه يزيد، غالبا انه يزيد. اي يزيد. طيب اسمعي، فجأة ينزل فجأة. ماشي، انت طبعا كما ذكرت اصبتي بقلق وتوتر وخمول وكسل، انتفاخات في البطن، احيانا امساك، احيانا اسهال، عندك سوء هضم، صح؟ ايوه. وعندي زين؟ شيخ شرخ الله يكرمك في المستقيم من داخل. هو الشرخ تدري ايش سببه؟ انه غالبا معك امساك. أيوة. وأنا ذكرت في بداية الحلقة أن علاج الشرخ ملعقة من العسل الطبيعي المقروء فيه مع ملعقة حلبة داخلي يا شيخ. أنت أوضعيه على منطقة المستقيم، هذا الأمر الأول. وممكن أيضا تأخذين ملعقة من الحلبة والعسل وتضعينه على السرة عند النوم، وتضعين عليه طبعا شاش من الليل إلى الصباح. استعمل الحلبة عشان تنظم يعني عندك العسل في العلبة. الحلبة جيبي ملعقة عسل وملعقة حلبة مطحونة، خلطيهم مع بعض. أيوة. حطيه على شاش، واحدة على السرة والملعقة الثانية مع الحلبة توضع على فتحة الشرج. زين؟ واستعملي مطحون الحلبة يوميا ملعقة، لأنها بتنزل لك السكر وبتنظم لك الضغط وبتنظم لك التخريج، لأن نتيجة الإمساك هو اللي سبب لك ارتجاعات الغازات في البطن وفي القولون، وسبب لك الشرخ الموجود عندك. وأيضا عليك بالإكثار من شرب ماء زمزم وقراءة سورة البقرة. أنت لو لاحظتي لون البراز عندك غالبا أنه أسود.
ايوه ورائحته قويه. الريحه مو دائما. طيب انت عندك ترى حساسيه في الانف، هذا اللي خليك ما تميزين. وكنتي أيوة قبل الشرخ تحسين زي الوخزات. عندي بعد زي الربو، أزمة ربو. أي هذا الربو أنا ذكرت من ضمن علاجاتها الحلبة لأنها غنية بفيتامين ألف. يا شيخ طيب الريحة حقة الحلبة يعني لو كلناها وحر وكذا. لا أنت ممكن تستعملين معها عود الحلبة يخفف الريحة بنسبة تقريبا 50%. تستعملين الشبة مطحونة مع بودرة معطرة يمسح بها الإبط يوميا، لأن الرائحة في الإبط والبول، البول في دورة المياه ما عليك منه، الإبط استعملي له. هذه إذا كنت تريدين يعني مزيل طبيعي. في مراهم في الصيدليات تزيل الرائحة لمدة أسبوع. عليك بقراءة سورة البقرة لأنك أيضا عانيتي من إفرازات مهبلية، صح ولا مو صح؟ أي صح شيخ. إيه أبدا. والإفرازات المهبلية مغطس مائي، حوض ماء، 7 ملاعق ملح، 7 ملاعق سدر، 7 ملاعق مرة، تقرأين فيه وتجلسي فيه لمدة 20 دقيقة، واصلي على قراءة سورة البقرة. أسأل الله ييسر أمرك يا أم عبد الله ويشفيك. الأخت حصة معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت حصة. لو سمحت يا شيخ، أنا لي فترة متزوجة ما أقدر أرزقني. كم لك من سنة متزوجة؟ 4 سنوات. طيب سواء زوجك تحليل سائل منوي؟ لا زوجي ما عنده مشكلة، أنا لا لا كم عنده من مليون قبل؟ الآن بسأل عن زوجك وبعدين أكمل أشوف وضعك أنت. ما أدري والله. قالوا لك يعني 20%، 50%، وكيف قالكم الطبيب؟ هو قال ما عنده أي مشكلة. يعني طبيعي، العدد طبيعي، الحركة أي طبيعية، ما في تشوهات. طيب نجي الآن فيك أنت، أنت كم عمرك؟ 27. الدورة لخبطت عندك؟ لا أكيد منتظمة. إيه؟ منتظمة تماما؟ إيه؟ بس حجم البويضة يبدو للطبيبة قالت كأنه حجمها صغير، ما هي ناضجة. أنا قالت لي أن عندي هرمون في نقص في هرمون بطانة الرحم ونقص في هرمون البروجستين اللي هو هرمون المبيض. إيه؟ أنت عموما يظهر لي والله أعلم البويضة يكون عندك حجمها من 8 ملي إلى 12، ما تتعداها. طيب صح كذا ولا لا؟ ما سألت عنها. يعني هل قالت لك الطبيبة أن البويضة حجمها صغير؟ لا هي عطتني منشطات، إذا عطتني تقول كويسة يعني. لا لأنها بدون منشطات تكون ضعيفة، لكن أبعطيك شيء الآن ركزي معي فيه. أنت في مدة الطهر، منتصف الطهر، ما هو 8 أيام الأولى ولا الأخيرة اللي في النص، تجدين أنت وزوجك فيه فتور في الرغبة، غالبا ما في اتصال بينكم، صح كذا؟ صح. هذا المشكلة هو غالبا وقت التبويض، فزوجك يحرص في الجماع في 8 أيام الأولى بعد الطهر، وهذه غالبا ما فيها بويضة للمرأة التي انتظمت يعني دورتها. 8 الأيام الأخيرة قبل نزول الدورة كذلك في الغالب أنه لا يوجد بويضة. أنت ركزي معي في الكلام هذا. 8 أيام الوسطى هي غالبا مدة أو وقت التبويض. أيضا أنت تعانين من قلق وشرود في الذهن، صح كذا يا حصة؟ صح. يجي لك خمول وكسل. صح. تحسين انتفاخات في البطن، يعني تحسين احيانا في رغبه في التبول، تروحين ما يكون في كميه كبيره. لا مو بعد كذا. تجيك هذه ولا ما تجيك؟ لا هذه تجيك 3 مرات في الشهر. ما ادري ما لاحظت. طيب عموما اهم شيء حاولي الاكثار من الاستغفار والدعاء، ضعي برنامج رقيه لنفسك، اكثري من شرب ماء زمزم. ممكن تستعملين الوصفه التي ساذكرها لك، كيلو عسل يضاف له 50 جرام من لقاح النخيل، 15 جرام من العكبر ويسمى بروبليس، 15 عكبر زين، 15 جرام من غذاء ملكات النحل، ملعقة من مطحون الحلبة، ويخلط جيدا وتأخذين يوميا ملعقة كبيرة مع كاس ماء زمزم، زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت الحبة السوداء، تقرأين فيه وتدهنين فيه، تدلكين فيه ظهرك كاملا بطريقة دائرية، طريقة الطواف على الكعبة، وتدهنين منطقة البطن ومنطقة الرحم بنفس الطريقة كل ليلة عند النوم. وبإذن الله لو استمريتي على هذا البرنامج وحرصتي أن تكون المعاشرة بينك وبين زوجك في منتصف 8 أيام الوسطى من الطهر، بإذن الله إن شاء الله تتصلين علينا قريبا تبشرينا بالحمل. طيب شيخ هذه استخدمها مع وقت الدورة ولا لا؟ لا عادي وقت الدورة وغير وقت الدورة، لأن هذا اللي وصفت لك أصلا هو غذاء قبل أن يكون دواء، فلو استعملتيه فترة شهرين ما يؤثر، ما منه ضرر بأمر الله. طيب عسل وغذاء الملكات ولقاح النخيل وعبكر وحلبة. عكبر. إيه. إيه. اللي هو طبعا عندنا العكبر وعندنا. غذاء الملكات كم؟ العكبر والغذاء 15 جرام، 15. لقاح النخيل أهم شيء 50 جرام. الحلبة ملعقة كبيرة مطحونة. طيب. يسر الله أمرك يا حصة.
لا إله إلا الله. من فوائد أيضا الحديد ينقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا. تأملوا لهذه الفائدة العظيمة. الخلية هي تأخذ أكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون من السموم المؤثرة على الخلايا. أختي نوال من الجزائر تفضلي. مساء الخير. مساء الخير حياك الله. أنا من الجزائر، ما عندي شغل تجيني طعنين في الأذن ودوخة وشغل قلبي ولي يخبط شغل ننظر. أختي نوال فحصتي الأذن الوسطى؟ هل قالوا لك عندك التهاب في الأذن الوسطى؟ التهاب قديم. التهاب بسيط، عمر الأمر سهل. كم عمرك يا أخت نوال؟ 36 سنة. متزوجة؟ نعم. طيب أنت عانيتي من صداع أصلا؟ نعم. وكان يأتيك نوبات صداع قوية لكنه نصفي؟ نعم. وجالك نوبات قلق وتوتر وخمول؟ نعم. وشرود في الذهن؟ نعم. وجفاف في الفم؟ جفاف في الفم نعم. أي العلاج كالآتي. أول علاج، ولون البول عندك غالبا أصفر؟ نعم. ولون البراز ما بين الأخضر والأسود؟ نعم. اسمعيني عموما، هذا التعب أنت عانيتي منه من قديم وليس من اليوم. نعم. يمكن لك قرابة 10 سنوات. هكذا كي نعم. أي اسمعيني، العلاج كالآتي، سوف أبدأ بعلاج الصداع أولا. تأتين بزيت الخردل وزيت السمسم وزيت الزيتون وتخلط سواء مقادير متساوية. تقرأين فيه زيت الزيتون، زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الخردل، وزيت الخردل تخلطينهم مع بعضهم وتقرأين فيهم الرقية الشرعية. يسخن كمية قليلة من الزيت ويعمل تدريك للرأس بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة، تدريك كامل الرأس. تضعين كيس من النايلو ثم يلف بقطعة قماش لمدة نصف ساعة 3 مرات في اليوم لإخراج المياه التي تحت فروة الرأس وتحسين الانقباضات والانبساطات في الأوردة، لأن مشكلة الإذن الوسطى عندك ما يصلها كمية من الأكسجين كافي. الأمر الثاني، هناك عشبة تسمى عشبة الجينكا، هذه تأتي على جينكا موجودة في الصيدليات على شكل كبسولات، هي تحفز وصول الأكسجين إلى الأذن الوسطى. القراءة في ماء من الماء الصحي وتشربين منه، تقرأين فيه الرقية، تشربين قبل كل صلاة وبعد كل صلاة، ترقين نفسك بسورة البقرة كل يوم. يقولون أن الطنين هذا يكشغل يردني بالطول، ما نسمعش، ما هكذا قالوا لي. هو طبيعي لأن أصلا من التهاب الإذن عندك يحدث لك طنين في الإذن صوت. عنده علاج؟ خدتي العلاج انت، لكن العلاج مع انك هذا ما استفدتي منه، ما تحسنتي اصلا مع العلاج حق الالتهاب. فانا قاعد الان اعطيك العلاج العشبي والعلاج الروحي بالرقية. تقرأين سورة البقرة على نفسك يوميا، تعملين تدليك للاذن دائر مدار على الاذن بنفس الزيت الزيتون من الخارج بطريقة دائرية، وتستمرين على رقية نفسك، تعملين طريقة تدليك. الان تنظرين انت الان امام الشاشة، نعم، الإبهام، رأس الإبهام، الإبهام الأيمن والأيسر، تعملين تدليك يمين الظفر ويسار الظفر بطريقة دائرية مع قراءة آيات الرقية، وتدلكين مقدمة الإبهام لأن هذا يعبر في علم الريفيسيكولوجيا المنعكسات بالرأس. تعملين تدليك لباطن اليد وللمنطقة الرخوة ما بين السبابة والإبهام لأن هذه تقلل من التوتر والقلق وتزيل الطاقة السلبية. بهذه الطريقة إذا استمريت عليها سوف تتحسنين كثيراً. تأخذين صباحا ملعقة من الحلبة مع ملعقة من العسل مع كأس ماء مقروء فيه، لأنه يوصل عندك الحديد إلى الأعصاب والأملاح والمعادن، والحديد من مقويات الهيموغلوبين، والهيموغلوبين ناقل للأكسجين. واضح يا أختي نورة؟ نعم. عندي سؤال، طنين ما يدير لي حتى إشي في وذني. أعيد السؤال. الطنين هذا اللي في أذني ما عندوش مخاطر؟ لا لا، ما عنده مخاطر. أنت يا أختي تعرضتي أصلا لتعب قديم، وذكرت لك التعب هذا قد يكون والعلم عند الله بسبب أصلا سحر، والسحر هذا بسيط، لكن لأنك لم تعالجيه بالرقية إنما لجأت للطب فقط، هذا الذي جعلك ما تحسنتي. عندي 10 سنوات وأنا هكذا. أنا ذكرت لك لو تأملت معي وأنا أسألك عن الأعراض قلت أصبتي من 10 سنوات، كان عمرك 26. نعم صح. فبإذن الله لو مشيتي على البرنامج الذي ذكرت لك، لأنه ينظف الذي دخل إلى جسمك وينشط الدورة الدموية، وبالرقية يكون سبب بإذن الله لإبطال هذا العمل. شكرا جزيلا. يسر الله أمرنا وأمرك يا أخت نوال. أخوي أبو علي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر خير. إياك الله.
الشيخ والله عندي خبر، عندي خمول عجيب يعني، كسل عجيب معطل اشغالي ومعطل كل شيء. كم عمرك يا ابو علي؟ 29. 29 متزوج انت الان؟ اي نعم. بس الكسل هذا ترى مو قريب معك. لا لا من قديم. 5 سنين حدودك كذا؟ لا 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 زود. وين كم لك متزوج انت الان؟ متزوج يعني صار 12 سنه. لكن من 5 سنوات وجاي ما حسيت انه زاد بزياده قويه جدا؟ اي نعم يزيد كل فتره يزيد يعني. هو يمكن بدا من 12 سنه لكن كان خفيف، لكن من 5 سنوات صرت ما عاد تروح نهائيا، تعطيل كامل. تعطيل حتى يعني جسديا وذهنيا طيب. كمو حتى ذهنيا يعني طيب. حتى مالي مجهود اي ذهني يعني طيب. ترى شيء اي مجهود اي ذهني انا اخوي 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 ابو علي طبعا انت تعاني يبدو لي، حتى باطنيتك تعبانه مضطربه. نعم. وتعاني الام متنقله احيانا في الاكتاف واحيانا تنزل الى بعض الظهر. يعني ما في الم يعني كان احس انثقل علي. إيه خلاص علي. هو الثقل جزء من الالم، تحس كتوفك ثقيله، حركتك بطيئه. إيه؟ دوره نعم. المخ عندك ضعيفه جدا. اي نعم. لون البول عندك دائما داكن يميل الى الصفار. نعم. عندك طبعا لما تروح دوره المياه البراز يكون له رائحه غريبه. يعني اقرب مثال للبيض الفاسد. يعني تقريبا في طيب شوف انت في النوم ما ترتاح. لا لا ما في عندي ارق عجيب اصلا. ايوه عموما الامر سهل باذن الله وعلاجك سهل. انت يبدو لي انك قرات عده مرات يعني بالرقيه لكن تتوقف ما تستمر. صحيح. شوف انت مرضك يحتاج الى رقيه، علاجك في الرقيه الشرعيه. احرص انك تنتظم، انت مشكلتك اول ما تبدا بالرقيه يزيد معك الخمول والكسل والتعب النفسي وتتوقف. نعم. اكثر من الدعاء في السجود والاستغفار، واحرص على الرقيه، ولو قرات انت على نفسك يوميا سوره البقره اقراها ايضا في ماء زمزم اكثر من الشرب منه قبل الصلاه وبعد الصلاه. استعمل عجوه المدينه 7 تمرات صباحا يوميا، وادهن بزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الحبة السوداء الذي تقرأ فيه. لحظة شيخ، زيت الزيتون زائد زيت السمسم زائد زيت الحبة السوداء يقرأ فيه الرقية وادهن به الجسم كاملا، يخلط مع بعض. إيه تخلطه كله سوا وتقرأ فيه الرقية الشرعية مع الحرص على شرب ماء زمزم واستعمال عجوة المدينة ورقيتك لنفسك، وستجد نتائج عجيبة. المحافظة على الصلاة، كثرة الاستغفار، ولعل قد يكون معك أذى وهذا الأذى قديم وسيزول بإذن الله. طيب عجلة المدينة يا شيخ يعني وقاية ولا هي وقاية وعلاج؟ لأنه ورد فيها أكثر من حديث، ورد حديث أنها من أكلها لا يضره يومه سم ولا سحر، وفي حديث آخر أنها تخرج السحر من الجسد من البطن يعني. مقدارها كم حبة؟ 7 حبات عددا كما ورد في الحديث. زين الدهون هذا النكس هذا كم يوم أدهن فيه؟ انت استمر لين تشفى، لان انت حالتك قديمة جدا، فاحيانا قد تحتاج 4 أو 6 أسابيع وتدهن به ليلا، لانك اصلا سبب الخمول عندك والتوتر وشرود الذهن وعدم الاستيعاب دليل انك اصلا ما تنام. انت تنام ظاهرا عيونك نايمة لكن عقلك مفتح، العقل الباطن شغال. واضح كلامي يا ابو عبد الله؟ يا ابو علي؟ ابو علي. اي تفضل. هذا عموما هذه الان الاشياء اللي ذكرت لك، واسال الله لك الشفاء. لا اله. اختم عبد الله من عمان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخنا انا عندي 4 اولاد، بنت 3 بنات وولد. ايوه. وتقريبا من 2.5 سنين. ايوه بنتي الصغيره 2.5 سنين، واحاول تقريبا من 1.5 سنة احاول حمل. ماشي حمل يعني. دائما يقولون لي بويضات عندك شويه صغيره، فاحيانا يعني كذي بس، واحيانا اروح للدكتوره تقول لي ابدا ما في شيء يعني، الحمد لله الرحم وكل شيء الحمد لله تمام. طيب ام عبد الله، اصغر بناتك كم قلتي عمرها؟ 2.5 سنين. 2.5 سنين. انت عملتي تحليل هرمونات؟ بخير ما فيني شيء دكتور. يعني هرمون الحليب عندك فيه. هرمون الحليب عندك عادي ما يرتفع؟ لا. هرمون المبيض عندك سليم؟ احيانا يقولوا لي صغير واحيانا يقولوا لي زين. طيب اسمعيني يا ام عبد الله، ام عبد الله انت هل انت يجيك شرود في الذهن ونسيان؟ اي نعم وايد. تعانين من انتفاخ في بطنك والام في ظهرك؟ نعم يا شيخ. ام عبد الله انت تعانين من قولون، والقولون عندك لما يتضخم يضغط لك على الرحم، يسبب كبس للرحم.
فالبويضة لما تتلقح ما تقدر تدخل للرحم لأنه مسكر، عرفتي؟ صاير زي البالون المسحوب من الهواء. فأول شيء تحتاجين تعالجين القلق والتوتر حتى بإذن الله تستطيعين الحمل، لأن أصلا طبيا الطبيبة ما هي عارفة وش السبب المانع للحمل عندك. هذا هو العلاج كالآتي: أولا كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، الآية. الأمر الثاني ارقي نفسك، أكثري من قراءة القرآن على نفسك، بالذات سورة البقرة، اقرأيها في ماء زمزم وأكثري الشرب منه. أحضري زيت الزيتون وزيت الخردل وزيت السمسم، اقرأي فيهم واعملي تدليك للبطن كامل عكس عقارب الساعة طريقة دائرية، وكرري قول الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الآية الثانية: ونقر في الأرحام ما نشاء. دلك البطن ودلك الظهر، أكثر من شرب الماء الذي تقرأين فيه، ارقي نفسك، أكثر من الدعاء، استعمل الحلبة لأنها من أقوى المنشطات للغدد وللتبويض، وتنظم بإذن الله الهرمونات. أسأل الله لك الشفاء. زين يا شيخنا، زين عندي ألام فظيع في المفاصل عند فريولي، في أطراف فريولي وأطراف يدي، لو واحد من أولادي الصغار مر علي على أصبوعي الريولي أصرخ يعني من الوجع اللي فيهم. أم عبد الله شوفي، نعم. أنت أصلا التعب بدأ معك والله أعلم من 10 سنين، لكن من سنتين زاد بشكل واضح. أي نعم يا شيخ. إيه، فاستمري على الرقي لأن هذا أعراض عارض عندك. أنت جالك سبق خادمة؟ أي نعم. ما كنتي مرتاحة لها؟ ما مرتحت لها، نعم. خلاص، هي سببت لك أذى، أسأل الله يصرفه عنك. استمري على ما ذكرت لك، بإذن الله تتحسن أمورك يا أم عبد الله. زين يا شيخنا، بعد عندي ولد حساسية تحلج من يدخل الشتاء وهو على كحة واحدة. كم عمره؟ عمره 5 سنوات. طيب أنت أعطيه نص ملعقة صغيرة من الحلبة، من الحبة السوداء، وخليه يمضغها في فمه وبعدين يبلعها، وعطيه الماء اللي تقرأين فيه، واستعملين الحلبة مع العسل. الحلبة مع العسل خلطيهم وتشربينه وهي دافية عشان تزيل البلغم وتنشط مضادات الهستامين في الدم. أسأل الله يشفيه وجميع مرضى المسلمين. أخوي أبو عبد الرحيم معانا؟ فصل. فذكرنا أنه من فوائد الحديد نقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا وتعويضه بالأكسجين. فتخيلوا الخلية التي ينحبس فيها ثاني أكسيد الكربون، النتيجة أن ما يأتيها أكسجين، النتيجة أنها تهرم وتموت في سن باكر. إذن فهذه فائدة عظيمة من فوائد الحديد، وهو ذائب وموجود في الحلبة، إذن فهو مما يعطي الخلية عمرا أطول بأمر الله سبحانه وتعالى، يقويها ينشطها. والخلايا، كل خلية مسؤولة عن عمل من الأعمال. هناك خلايا عقلية، هناك خلايا عصبية، هناك خلايا بصرية، هناك خلايا في الجهاز الرئوي التنفسي، هناك خلايا دموية، هناك خلايا في الرئتين، في القلب، في الكلى، في الكبد، في الطحال، في البنكرياس، في المرارة. إذن فكل خلية يبقى فيها ثاني أكسيد الكربون فإنها تموت وتهلك. ما معنى؟ أختي آلاء تفضلي. معك آلاء. تفضلي يا آلاء. يعطيك العافية أختي يا شيخنا. تفضلي. بدي أسألك، أنا صرنا فترة متجوزين والدكاترة يحكون لنا ما في عندنا أي مشاكل طبية. متزوجين يا أخت آلاء من كم سنة؟ صار لنا 9 سنين. 9 سنين، يعني تحاليل السائل المنوي عند زوجك، العدد والحركة وعدم التشوهات سليم. سليم الحمد لله. وأنت عندك البويضة حجمها يعني فوق 17 ملي إلى 20. طبعا. والدورة منتظمة؟ لا غير منتظمة. تلخبط معك الدورة؟ كثير بتخربط معي. طيب أنت لو لاحظتي مثلا، عادة أنت إذا طهرتي بدأ الطهر معك، تجدين في اتصال بينك وبين زوجك في أول الطهر وفي آخر الطهر، في نص الطهر غالبا ما فيه. ايوه، عرفتي كلامي؟ هذا هو غالبا وقت تهيئ المبيضين لانتاج البويضه، وتهيئ بطانه الرحم لاستقبال البويضه الملقحه، وتهيئ قناه فالوب لتلقيح البويضه. فهو اللي يصير بينك وبين زوجك، لما البويضه تموت يكون في جماع، لما البويضه تنزل انتم ما يكون بينكم اي اتصال، يكون برود حتى عاطفي. انت عانيتي يا اخت آلاء، انت وزوجك، زوجك يعاني من عصبية في هذا الوقت، صح؟
وأنت تعانين من تبلد في الحس، يعني ما في رغبة. فإذا أردنا بإذن الله أن يتم إن شاء الله الحمل، أولا تخبرين زوجك أنه يهدي نفسيته في الفترة هذه لوقت الإخصاب، وأنت تحاولين يعني تنشطين نفسك في الرغبة. من المنشطات، أنا ذكرت الحلبة من أقوى المنشطات عند النساء، استعمل الحلبة لأنها منشط في الرغبة ومنشط للتبويض. احرصي على مسألة الرقية وكثرة الاستغفار، حتى لو تأملتي أنت تصابين بشرود في الذهن في الصلاة، صح، وزوجك يصاب بتكاسل عن الصلاة. فعموما أول شيء المحافظة على الصلاة، كثرة الدعاء، الاستغفار، دعاء الله في السجود، الالتجاء إلى الله، تعملون برنامج رقية لك أنت وزوجك، الإكثار من شرب الماء المقروء فيه، ممكن يدهن الجسم بزيت الزيتون مع زيت السمسم، وممكن تحرصون أن يكون وقت الاتصال بينكما في منتصف الدورة، في الوقت اللي تصابين أنت بالفتور وهو يصاب بالعصبية. وبعد انتهاء الجماع تبقين مستلقية على الظهر لمدة ساعة أو ساعة ونصف مع كثرة الاستغفار. بهذه الطريقة إن شاء الله تتيسر أموركم، وإن شاء الله تحملين قريبا وتبشرين بالحمل. ففي ختام هذه الحلقة، بقي عندنا فوائد كثيرة للحلبة، إن شاء الله نجعلها في حلقات أخرى. نختم هذه الحلقة بالدعاء لعل الله أن يستجيب لأحد منا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فارق الحب والنوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم احفظ أمن بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ أمن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بفتنة فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد مملكتنا وبلاد الحرمين بسوء، أو أراد ولاة أمرنا وعلماءنا بمكيدة، أو أراد تفريق جمعنا بمظاهرات أو تفجيرات، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك واكفنا شره بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم حبب إلينا ولاة أمرنا، اللهم حبب إلينا ولاة أمرنا وحببنا إليهم. اللهم حبب إلى ولاة أمرنا العلماء الناصحين والمصلحين، اللهم قربهم إليهم وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أعن ولاة أمرنا على أمر دينهم ودنياهم، وسددهم في القول والفعل والعمل يا رب العالمين، واجعلهم رحمة لرعيتهم، واجعلهم خدمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اللهم ارحم إخواننا في الشام، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، واحفظ أمنهم، واحفظ أعراضهم ودينهم يا رب العالمين، وولي عليهم خيارهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في مصر، اللهم اجمع كلمتهم واكفهم شر الفتنة، وولي عليهم من يخافك فيهم ويرحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في اليمن، اللهم إن دماءهم تسيل وأطفالهم يقتلون ونساؤهم تقتل، اللهم عليك بمن آذاهم ومن قتلهم، اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل، واجمع كلمتهم، ولي عليهم الأخيار وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين، ولي عليهم من يخافك فيهم ويرحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا في تونس واكفهم شر الفتنة، ولي عليهم الأخيار واكفهم شر الأشرار، اللهم اجمع كلمة إخواننا في ليبيا، ولي عليهم خيارهم، وارحم إخواننا في الصومال يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الساحرين والساحرات، الكاهنين والكاهنات، الدجالين والدجالات، والمشعوذين والمشعوذات. اللهم من أراد بعبادك أذى أو فتنة أو ذهب إلى ساحر لأذية أحد من عبادك المؤمنين، اللهم اجعل كيده في نحره، اشغله بنفسه، ورد عليه ما أراد أن يفعله بالمؤمنين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم من أرادنا بكيد أو مكيدة، أو ألصق بنا ما ليس فينا، أو اتهمنا بما ليس فينا، أو حسدنا في علمنا وما علمتنا، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من دعا لنا بظهر الغيب يا رب العالمين، ولمن له حق علينا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أشكركم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، كنتم بعد الله سبحانه وتعالى سببا في كل برنامج أقدمه لكم، والشكر موصول لإخواننا في الكنترول الذين اجتهدوا أن يوصلوا لكم هذه المادة، والشكر موصول لقناتنا قناة الدانة الفضائية. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأنتم على خير.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.